اسمي صابرة قمعان فرحان من محافظة الخبر السقطرى من منطقة سيرهين، أشتغل في معمل الحرفة في جمعية المرأة الساحلية. استفدنا كثير من خلال دعم للبرنامج للجمعية. كنا أول شيء كل واحدة تشتغل في بيتها وتجي للجمعية، بعدين أول ما قال الدعم للجمعية كنا نشتغل مع بعض داخل الجمعية، وبعض العضويات في الجمعية لهم خبرة سابقة في الخياطة، قال لنا كثير من الزبائن وفي لها طلب كثير.